الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام، أكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام وأتم علينا الإنعام، وشرع فأحكم غاية الإحكام، وأنزل القرآن هدى للأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته أصلح واهتدى واستقام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فلا شك أيها الإخوة أن الإصلاح مراد الشريعة الربانية وحاجة إنسانية وموافق للفطرة السوية، وأن كل إنسان سوي يريد الإصلاح ويحب المصلحين ويكره الإفساد وينأى بنفسه عن المفسدين، وأن الإصلاح لا يخافه أحد سوي. واليقين الجازم أيها الإخوة أن الإصلاح الحقيقي الشامل لجميع جوانب الحياة هو ما جاء به أنبياء الله عليهم السلام، وتمام الإصلاح وكماله فيما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في تاريخ البشر قديما وواقعهم المعاصر يدرك أن اجتهادات البشر في طلب الإصلاح انخلت من الانضباط بشرع الله عز وجل لا توافق الإصلاح من جميع وجوهه. وكم من مريد للخير لم يدرك، نعم قد تنجح في وجه وتخفق في وجوه، لأن نظر الإنسان مهما حسنت نيته وصفى ذهنه يظل قاصرا لا يحيط بالمدركات فضلا عن المغيبات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الخالصة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك. ومن هنا كان حقا على كل من يروم الإصلاح من المسلمين أن يحكم أقواله وأفعاله بشرع رب العالمين، وأن يكون صالحا في نفسه، صالحا في قصده، صالحا في وسائله التي يتبعها للوصول إلى الإصلاح. ولا شك أن ذلك كله لا يتحقق إلا بمراعاة مرادات رب العالمين التي تسمى مقاصد الشريعة، وهي الحكم التي أرادها الله عز وجل من التشريعات عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. وقد رأيت في هذه الورقة العلمية المقدمة لهذا المؤتمر المبارك أن أشير إلى بعض مقاصد الشريعة الكلية التي تحكم الإصلاح وتبقيه في مساره المحمود، فإن طريق الإصلاح إذا لم يحكم بهذه المقاصد وترك لإرادات الناس وعواطفهم ستزل فيه الأقدام وتضل الأفهام، ولن يصل فيه الناس إلى المراد ولن يحكم مطلقا، بل كل ما ظن صاحبه أنه أتقنه وأحكمه تمزق من جهة أخرى فلا يصلح الحال ولا يستقر أبدا. والمعلوم أيها الإخوة جميعا أن الإصلاح هو طلب الانتقال من شر إلى خير، ومن ضر إلى نفع، ومن نقص إلى كمال، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأن يربط بمقاصد الشريعة الغراء. وقد عنونت لورقتي بالإصلاح ومقاصد الشريعة، وقد جعلتها بعد المدخل في قسمين. أما القسم الأول ففي المقاصد الكلية التي تحكم الإصلاح، وأما القسم الثاني ففيه عرض لأشهر وسيلتين بشريتين في وقتنا المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة.
القسم الأول مقاصد الشريعة الكلية التي تحكم الإصلاح، وقد اخترت هذه المقاصد لأنها تحقق أمورا ثلاثة لا يستغنى عنها في الإصلاح أبدا، بل لا يكون الإصلاح ولا تحلو ثماره إلا بها، وهي الأول أنها تحكم الإصلاح، فإذا وجدت تحقق الإصلاح. الثاني أنه يحكم بها على الإصلاح، فكل إصلاح مدعى إن وجدت فيه كان إصلاحا، وإن انعدمت أو انعدم بعضها كان إفسادا. والثالث أنها هي مقاصد الإصلاح الحقيقي المشروع، فالإصلاح الحقيقي هو الذي تكون مقاصده هذه المقاصد الكلية. وهذه المقاصد الكلية تحتها جزئيات وجزئيات تدل عليها نصوص الشريعة ومدركات الواقع. وهذه المقاصد أذكرها باختصار شديد. الأول، الإصلاح مقصود الشارع الأكبر. الإصلاح مراد الله عز وجل. الله عز وجل أراد لعباده الصلاح والإصلاح شرعا وبعث رسله لذلك. الله عز وجل يقول: والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والشيخ قد تكلم عن هذه الآية، والله عز وجل ذم الإفساد وعدم الإصلاح، فقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والنصوص في هذا كثيرة جدا. والإصلاح مراد أنبياء الله عليهم السلام جميعا، فلسان حال الأنبياء جميعا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والإصلاح موجود في الشريعة، وهذه قضية مهمة جدا يا إخوة. الإصلاح موجود في الشريعة، فهذه الأمة المباركة لا تحتاج في الإصلاح مقاصد ووسائل إلى أن تستورد شيئا من غيرها، بل الإصلاح موجود في شريعتنا. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يلزم من يروم الإصلاح أن يتمسك بشرع الله عز وجل، وأن يتبع منهج الأنبياء عليهم السلام، يقدم ما يقدمون ويؤخر ما يؤخرون، وإلا كان من المفسدين. أما المقصود الثاني، مقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم ضرورياتهم، وقد اتفق العلماء على أن الضروريات الكلية خمس: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. والمقصود بهذه الضروريات الخمس أنها كليات المصالح، وأن كل مصلحة في الدنيا لا بد أن تؤول إلى واحد من هذه الأصول الكلية، ولذلك لا وجه للاعتراض على هذا الحصر في هذه الخمس من هذه الجهة، لأن المقصود إنما هو الحصر الكلي الذي تعود إليه الجزئيات، وما من جزئية مدعى يعترض بها على هذه الكليات الخمس إلا ونجد أنها داخلة تحت هذه الكليات الخمس. فهذه الكليات الخمس أصل مصالح الإنسان، وكل مصلحة تطلب تتعارض مع واحد مع إحدى هذه الكليات الخمس فإنها مفسدة في ذاتها، وإن تخيلها صاحبها مصلحة. على أنه ينبغي أن نعلم أن هذه الضروريات الخمس مرتبة بهذا الترتيب، فيجب على العاقل أن يرتبها هكذا. وإن الناظر في كثير من حركات الإصلاح يجد أن أصحابه إنما ينظرون إلى الدنيا ويهملون مصلحة الدين، بل يقدمون مصالح الدنيا على مصلحة الدين وعلى كليات الدين وعلى ما جاء به شرع رب العالمين، ولا شك أن ذلك ليس بإصلاح. الثالث، مقصود الشارع تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذا باب عظيم ينبغي على الأمة أن تتقنه وأن تتقن وسائله، وقد فصلت هذا في الورقة المقدمة. أيضا من مقاصد الشريعة الكلية العظيمة حصول الجماعة واجتماع الكلمة، هذا مقصد كلي
لا يجوز لمسلم أن يتجاوزه أو يفرط فيه، وقد دلت الأدلة القطعية اليقينية على أن هذا المقصود الشرعي يجب على الأمة أفرادا وجماعة أن تحافظ عليه، ولا يجوز لأحد أن يسعى في نقض الكلمة ونقض الجماعة، وأن كل حركة أو دعوة تتضمن نقض الجماعة المجتمعة على الحق أو نقض الكلمة وتفريق الكلمة هي حركة إفساد وليست حركة إصلاح. الخامس مقصود الشارع العدل، العدل من جميع جوانبه، ولذلك لا بد أن يكون الإصلاح داعيا للعدل، قاصدا العدل، متخذا العدل طريقا، وإلا كان إفسادا. المقصد السادس رد الأمر إلى أهله. شريعتنا ليست فوضى، شريعتنا لا تقول إن الشارع هو الذي يحكم، شريعتنا لا تقول إن غوغاء الناس هي التي تقرر المصالح والمفاسد، شريعتنا شريعة محكمة متقنة يرد فيها الأمر إلى أهله في كل باب من الأبواب، إنما يرد الأمر إلى من يحسنه، وإن كل حركة تغفل هذا الأمر لا بد أن تقع في الإفساد من وجه من الوجوه. هذا ما يتعلق بمسألة المقاصد. والشيخ عادل يعني يقول أن الوقت انتهى، لكن أشير إلى القسم الثاني إشارة عابرة، وهو عرض لوسيلتين من الوسائل التي اشتهرت في زماننا، وهي مسألة المظاهرات ومسألة الاعتصامات في ضوء مقاصد الشريعة. هذه المظاهرات مع كون أهل العلم قد بين أكثرهم حرمتها وذكروا أدلة كثيرة تدل على حرمتها، وكذلك الاعتصامات، إلا أن مقصودي هنا أن أشير إلى عرضها على المقاصد التي ذكرتها، وقد عرضتها على المقاصد التي ذكرتها، وبينت أن هذه المظاهرات والاعتصامات فيها مفاسد لازمة غير منفكة. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا كانت فيه مفاسد غير منفكة يكون محرما على الإطلاق، لا يختلف من حال إلى حال، لأن ما يتعلق بالمفاسد من حيث التحريم ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: قسم تكون مفاسده منفكة توجد حين وتغيب حين، وهنا يمكن أن يختلف الحكم بحسب وجود المفسدة وانعدامها، وقسم تكون المفاسد لازمة لا بد من وقوعها، مهما قلبت الأمر من جميع وجوهه لا بد أن تتحقق هذه المفاسد. وقد سردت عددا كبيرا من المفاسد التي توجد في المظاهرات على جميع وجوهها، وتشبهها كذلك مسألة الاعتصامات، ولذلك خلصت أن مقاصد الشريعة تدل على أن المظاهرات والاعتصامات ليست من وسائل التغيير والإصلاح المحمودة شرعا المطلوبة. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في ديننا، وإني لأقول إنه ينبغي علينا جميعا أن نسعى في الإصلاح ودرء الفتن قبل وقوعها، ينبغي على حكامنا المباركين وفقهم الله إلى كل خير أن يسعوا إلى قطع الطريق على المفسدين بالنظر في الإصلاح الحقيقي الشرعي بتحكيم شرع الله عز وجل، وبالرفق بالرعية وبحسن سير الرعية، وأن يتذكروا قول الإمام الشافعي رحمه الله: منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم. وينبغي على أهل العلم أيضا أن يسعوا في نزع فتيلة الفتنة وبيان طرق الإصلاح وفي توضيح ما ينبغي أن يكون في سبيل الإصلاح، وعلى الرعية أن يصبروا كما أمرهم الله عز وجل، وأن يسمعوا ويطيعوا في غير معصية الله، وأن يسعوا إلى الإصلاح بالمناصحة الشرعية بالطريق الشرعي الصحيح الذي يحقق الإصلاح والإفساد، يحقق الإصلاح ويدرأ الإفساد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بتحقق الإصلاح الخير المبارك الذي يبني ولا يهدم، ويقدم ولا يؤخر، ويسعد ولا يشقي،
في جميع بلدان المسلمين، وأن يرزق الجميع الأمن والأمان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. آمين آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور سليمان رحيلي على ما قدمت.